أطاعوا بعد هذه المعجزة التي رأوها، مع ذلك ما أطاعوا، ولم يخرج مع طالوت إلا فئة قليلة. فخرج في الطريق قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. أي واحد يشرب من النهر ما أريد يقاتل معي، فقط الذي يصبر. يقول الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منه. سبحان الله، أي معاصي، أي عناد للرسل. هل رأيتم مثل هذا التاريخ الأسود؟ فتواجه الجيشان، جالوت وجنوده، جبار، عماليق ضخام. قالوا: أنى لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نستطيع عليهم. فبدأ يثبتهم، فرفض أكثرهم، الذين بقوا رفضوا أن يطيعوا إلا فئة قليلة، ثبتهم. قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بدأ يعلمهم الدعاء: ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من هذه الألوف التي كانت لبني إسرائيل فقط فئة قليلة جدا، يقدرون بالعشرات، بعض العلماء يقول 70، عشرات فقط الذين ثبتوا مع جالوت، وشعب كامل رافض أن يقاتل خايف. وخرج جالوت يطلب المقاتلة والمبارزة، فخافوا هؤلاء الذين ثبتوا، كلهم خافوا، لم يخرج له أحد، ولم يخرج له إلا شاب صغير عمره 16 سنة، هو داود عليه السلام. القصة الشهيرة طبعا أنه ضربه بالمقلاع. وسبحان الله، شباب اليوم يذكروننا بتلك الأمجاد، القوة والجبروت. مع جالوت يخرج له شاب صغير 16 سنة معه مقلاع، فيدير المقلاع فيضربه فتأتي الصخرة على جبهته فيسقط هذا الجبار ميتا على الأرض. يقول الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهذا منصوص عليه في الكتاب. فانتصر. في القصة أنهم لما ترددوا، طالوت ما في واحد راضي يقاتل من هؤلاء، قبل أن يخرج داود ناداهم قال: من يخرج لقتال جالوت؟ فرفضوا، فحاول يشجعهم رفضوا. شوفوا ترددهم بعد كل هذا. قال: إلا داود عليه السلام كان هو الذي يخرج. فيقول له: اجلس، أنت شاب صغير. فقال: من يخرج لقتال جالوت أزوجه ابنتي ويكون خليفتي يحكم من بعدي. فرغم كل هذا الإغراء لم يخرج واحد إلا داود. فلما رأى طالوت أن ما في أحد متجرئ على قتاله إلا داود، سمح به، سمح بقتاله، فقتله فعلا، فزوجه فعلا، وفى، فزوجه ابنته. فلما مات طالوت، طبعا طالوت بهذه الطريقة انتصر، وحد بني إسرائيل بعد التمزق الذي كانوا فيه عدة سنين، وحدهم لأول مرة بعد سنين من التمزق. بعد هذا لما مات طالوت، المفروض الحكم يكون لمن؟ لداود عليه السلام. فانقسم بنو إسرائيل، انقسموا، فقال بعضهم: لا، الملك لابن طالوت، وبايعوه ملكا. والباقون قالوا: لا، هناك عهد لداود أن يكون هو الخليفة، فبايعوه. فانقسم بنو إسرائيل بعد طالوت، انقسموا قسمين، قسم مع داود، وكانت عاصمته تسمى، عاصمته الخليل، ومملكته تسمى يهودا. وابن طالوت كان يحكم القدس، عاصمته القدس. فانقسم بنو إسرائيل بهذه الصورة. هذا الكلام حدث في عام 1004 قبل الميلاد. في سنة 1000 قبل الميلاد داود عليه السلام استقر له حكم يهودا وما حولها. الآن الصراع الأساسي بينه وبين ابن طالوت. 5 سنوات بعد ذلك تحرك داود عليه السلام لفتح القدس، وحدثت المعركة بينه وبين ابن طالوت، وانتصر داود عليه السلام ودخل القدس، و
حولها عاصمة وبنى الآن مملكة لبني إسرائيل، أول مملكة لبني إسرائيل على أرض فلسطين هي مملكة داود عليه السلام. قبل ذلك كانت أريحة فقط، أو كانت الخليل فقط، مناطق مدن. أول مملكة تتوسع كانت مملكة داود عليه السلام. ولم يحكم كل فلسطين، ما حكم كل فلسطين، حكم جزء من فلسطين، ووصل إلى ساحل فلسطين في منطقة صغيرة جدا فقط، لم يحكم كل الساحل. فهذه أول مملكة لليهود في فلسطين سنة 995 قبل الميلاد، بينما اليبوسيون أسسوا مملكتهم وأسسوا القدس 2600 قبل الميلاد. فتتكلم عن أكثر من 1600 سنة بعد تأسيس العرب لفلسطين جاءت مملكة اليهود الأولى، مملكة داود عليه السلام. وبدأ داود عليه السلام يحكم بالشرق بالإسلام، ورأى الناس المعجزات على يديه يرونها أمام عيونهم، وبدأ يتوسع حتى وصل ملكه، ما توسع غربا في جهة البحر وإنما توسع شمالا حتى افتتح دمشق، فصارت دمشق تابعة لملكه. ثم توفي داود عليه السلام في سنة 963 قبل الميلاد، وحكم بعده الرسول ابن الرسول عليهما السلام سليمان عليه السلام، وأعطاه الله عز وجل من الملك ما لم يعطي أحدا من العالمين لا قبله ولا بعده. وتعرفون في القصة الشهيرة التي ذكرناها في قصص الأنبياء عليهم السلام، قصة سليمان، كيف سخر الله تعالى له ما لم يسخر لغيره، فسخر له الريح، وسخر له الجن، وسخر له الطير، وسخر له الحيوانات، وسخر له ما لم يسخر لأحد، شيء عجيب. فكانوا يبنون له ويغوصون له، وبنى المباني العظيمة، ويكفيكم فيها ما ذكر في القرآن الكريم، بنى الصرح الذي دخلته ملكة سبأ بلقيس، بنى الصرح الممرد من قوارير، قصر كامل كله من زجاج، حتى في الزمن هذا ما حد فعلها، كله من زجاج، ليس فيه بناء إلا الزجاج، إنه صرح ممرد من قوارير، بناء عظيم. لما رأته بلقيس ما آمنت برؤية سليمان عليه السلام ولا بدعوة سليمان، لكن لما رأت الصرح ودخلته ورأت الماء يجري من تحته آمنت إعجاز. فإذا سخر له شيء عجيب، فاستغل ذلك وبنى هذا البناء العظيم، وبنى المعبد من جديد، بناه داود عليه السلام وجدده سليمان عليه السلام، بنى المعبد المسمى بالهيكل. وكانت الفرق التي تبني الهيكل نظموهم على شبه نظام عسكري لبناء الهيكل وبناء المعبد، نظام عسكري مقسمين إلى أقسام وبجندية شديدة وبضبط شديد، وسمي الماسون، الماسون أي البنائين، كلمة ماسون يعني بناء، فالبناؤون، ومن هنا جاء اسم الماسونية أي بناؤو الهيكل. وظلت هذه الفرقة المنحرفة إلى هذا الزمان، ولهم أثر خطير في العالم، ولعلنا نشير إليهم في دروس قادمة. بنى الهيكل، أين بناه؟ كثير من الروايات تشير إلى أنه بناه في مكان الأقصى، وهناك روايات تشير إلى أنه بناه عند جبل صهيون، وبعض الروايات تشير إلى أنه بناه قرب الأقصى. فلا يوجد مكان واضح ثابت لا عند المؤرخين ولا عند الكتب اليهودية مكان واضح للبناء، وهناك وصف دقيق للهيكل موجود في الكتب المقدسة اليهودية سأشير إليه بعد قليل. فهكذا كان أمر الهيكل، وكان الهيكل المقصود فيه العبادة، وظلت هذه المسألة في بني إسرائيل. ودعوني